طبعاً يبدأ القصة فهم يدمر فقط الأبنية السكنية، طبعاً أبنية السكنية زائد محلات تجارية زائد كل شيء متواجد داخل أحياء عم ينقصف، إن كان مقدسات إن كان غير هيك. فمثل ما إحنا شايفين عنا محلات تجارية زائد منازل بناء بأكمل عم يدمر بشكل كامل. طبعاً الانفجارات منا عم توقف مدينة حمص، ودائماً محاولة الاقتحام لجيش النظامي هاي الأحياء عشان يرتكب المجازر بفضل الله تعالى. موجودة أبطال الجيش الحر عم يسكتون بنفس الوقت اللي عم شايفين، وعم نلاحظ الجنون والقصف العشوائي اللي عم يقوم فيها هالنظام على الأحياء السكنية